السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم جميعا. كل سنة طبعا وأنتم طيبين، وعيد سعيد مبارك عليكم جميعا. في فيتشر جديدة نزلت في الجوجل فورم في الفترة الأخيرة، أنا لاحظتها تقريبا من يومين بالظبط، حلت لينا مشكلة مهمة جدا. إحنا طبعا لما كنا بنشتغل على المحاضرات المختلفة كنا بنطلب من حضراتكم بتخلي الإيميل، كان الجزئية لو احنا عايزين نمنع حد من ان هو يكرر استعمال الايميل الخاص بيه او يعمل اكتر من رد، كنا بنستعمل حاجة اللي هو التحقق من الدخول، فكان بيسمح له ان هو يدخل للايميل مرة واحدة. لكن كان دايما بيظهر معانا مشكلة كبيرة جدا، وهي ان حتى في كتابة النصوص زي الايميل او الاسم او غيره، كان الشخص دايما وبالذات يعني على الايميل، ان الشخص دايما كان بيتلخبط، اوقات يكتب الايميل صح واوقات يكتب الايميل غلط، ساعات يحصل مشكله مثلا في كتابه الايميل نفسه، فما يعرفش يعدي من السؤال لو احنا حاطين الخصائص الخاصه بيه ان هو لازم يكتب ايميل صحيح، فساعتها مثلا لو كتب حاجه غلط او كده ما يعرفش يجيب الجزئيه دي. فجوجل الحقيقه في الفتره الاخيره حلت لنا المشكله دي بشكل كويس جدا، انها عملت نزلت فيتشر جديده، بس هي جديده هنتعلم ازاي نعرف نستخدمها دلوقتي مع بعض. طبعا احنا لو بدانا ان احنا نعمل جوجل فورم جديد، كان النظام القديم ان انا مثلا باجي في سؤال واقول لك مثلا الاسم، وكان مثلا يسيب لك فيه اجابه معينه واطلب منك الاجابه عليه، واجي في سؤال تاني واقول لك الايميل او البريد الالكتروني، بهذا الشكل واعمل لك ده ان هو اقول له التحقق من الصحه، واقول له هنا وليكن مثلا ده عباره عن نص، والنص ده بيحتوي على عنوان بريد الكتروني، وكان الشخص ممكن يكتب هنا الايميل الخاص بيه. يعني لو جينا نعمل كده تيست، طبعا كنا بنيجي في الاعدادات مثلا نخلي هنا في الردود كنا نقول له مثلا دائما ابعت للجميع، ممكن اعمل صلاحيه رد او لا، ولكن كنا بنختار كلمه تقيد برد واحد علشان مش اي شخص يقدر يبعت الا مره واحده. وطبعا كنا لما بنبعت لحد مثلا اللينك كان بيعمل الفكره دي. فدلوقتي عاد في فيتشر جديده شغاله في الجوجل بشكل كويس جدا، اللي هي ايه؟ انه دلوقتي بدا ينزل حاجه بهذا الشكل، ان لما بيجي يطلب من حد البريد الالكتروني بتاعه طول ما انا مسجل دخول بالحساب بتاعي بيقول لي اسجل بالايميل ده. لو انا اخترت الايميل هنا هياخد الايميل ده كما هو، يعني هياخد الايميل صحيح طبعا عند تسجيل الدخول، هياخده صح مش هكتبه انا، فيعني ده هيريح ليا من المشاكل اللي كانت بتحصل في الايميلات وكده. وطبعا هدخل هنا عدد من البيانات مثلا زي الاسم، واخد مثلا ايميل، وطبعا كان ممكن ناخد مثلا ايميل معين ونقول ان احنا نفس الايميل، وانا نضغط ارسال بهذا الشكل، فيقول لي ان خلاص تم الارسال. فاجي انا اراجع البيانات اللي موجوده عندي هنا في شيت الاكسل اللي هيتجمع عندي، فهلاقي ان هو عامل لي ده الايميل اللي انا كتبته اللي هو السؤال في السؤال اللي احنا كنا شغالين عليه، وده عنوان بريد الكتروني اللي انا وضعه في الاساس. طيب ده معناه ان انا كان ممكن الغي السؤال اللي هو بتاع البريد الالكتروني واكتفي بان هو جعلك انك لما اطلب منك التحقق من الصحه يخليك تشتغل على البريد الالكتروني، وانك تختاره كده كاختيار من ضمن الشغل كده يتاخد الايميل بتاعك بشكل صحيح، والمرجعيه تبقى مرجعيه كويسه، بدل ما حد مثلا ممكن يجي في كلمه احمد دوت حسام دي مثلا ينسى الدوت فالايميل بالنسبه لي يختلف، فاجي ابعت له مثلا رد بناء على الايميل بتاعه ما اعرفش اوصل له تاني. لكن دلوقتي اتحلل. طيب علشان انا اخليه يعمل الموضوع ده دايما لازم اعمل ايه؟ لازم في الاعدادات حضرتك تيجي هنا وتختار، هتلاقي عدم جمع الايميلات كده، هو مش هيجمع، ادخال المجيب ان المجيب نفسه هو اللي هيدخل. طيب لو جينا نجرب دي بس مع بعض، ادخال المجيب بس اقول له ما تتخيلش برد واحد، ولازم المجيب هنا اللي يختار الاجابه بتاعته، واقول له معين. هنلاحظ ان هو جايب لي هنا عنوان بريد الكتروني عادي جدا، يا اما انا بكتب الايميل عادي واتلخبط، اجي مثلا اعمل هنا احمد دي اشيل مثلا دوت كوم هنا مثلا، و
ممكن مثلا ازود حرف، ازود اسم، بتخلي عادي واكمل باقي البيانات ونفس النظام في الباقي يعني. لكن ففرضا يعني ان احنا بنشتغل هنا على اي حاجه معينه وابعت بهذا الشكل مثلا الايميل اللي انا كتبته سواء من جوه سواء في تسجيل الدخول نفسه او البريد الالكتروني واضغط ارسال. كده هو بعت الرد اللي موجود عندي، والرد ده هيبقى موجود عندي هنا بشكل خاطئ ان الايميل ده بتاع شخص تاني خالص مش الشخص الاساسي اللي هو انا يعني. ده الخطأ اللي حصل في الايميل. لكن لما افعل انا في الاعدادات اللي موجودة عندي ان انا اقول له لا انا عايزك تختار تم التحقق منه، بكده انا اقدر استغنى عن السؤال بتاع البريد الالكتروني اللي تحت ده. كده كده هو هيجمع لي الرد من فوق واقول له في الاعدادات كمان لازم انزل تحت واختار في اعدادات تلقائيه، اقول له جمع عناوين البريد الالكتروني تلقائيا، اقول له تم التحقق منه. لو اخترت واحده ادخال المجيب لا مش هيبقى، يبقى انا في الاعدادات اللي موجوده عندي هنا اختار الجمع عناوين البريد الالكتروني، اختار منها التحقق لو انا عايز ابعت للناس اختار دائم او لا هنا التحقق، ولازم في الاعداد الاخير اللي موجود تحت اختار برضو في اعداد الردود التلقائيه، الاعدادات التلقائيه للنماذج اختار منها برضو تم التحقق منه. بكده يقدر يجمع لي هو الايميلات في الشغل بتاعي. طبعا لو انت فاتح الاعتقاد برد واحد مش هيخلينا ادخل على جوجل فورم اكتر من مره، لكن دلوقتي هتلاقي ان هو شغال كده بشكل عادي وانا بختار بس واقول له فعلا انا عايز اتضمن الرد ده وابتدي اجاوب على الاسئله بشكل كويس ولا ارسال الايميل، واجي اراجع انا النسخه دي قبل الايميل فعلا نزل وهيبقى الايميل كده بشكل صحيح. وكده نبقى منعنا خالص اي خطا يحصل في جزئيه الايميل. بكده الاكاديميات في الفتره اللي جايه ممكن تستعين بالايميل على انه كود تعريف خاص بكل شخص بدل من استعمال الاكواد والمشكله اللي كانت بتبقى موجوده عند الناس. لكن استعمال الاكواد ليه ميزه تانية ان هو بيعرف يتابع منها مثلا اعماله او كده، لكن دي هتخلي ان انت تحصر البيانات الخاصه بيك بشكل كويس جدا خلال الفتره اللي جايه، ودي ميزه كويسه جدا يا ريت نبدا ان احنا نستعملها. هتوفر علينا وقت في مراجعه البيانات وتساعدنا في الوصول للاشخاص بشكل كويس جدا. وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.